بنتك خلاص ما بقاش يهمها حد. انت ما شفتش عملت فيا ايه عشان بس بسألها مالك؟ طردتني من اوضتها وبهدلتني. وانت لسه مفتكره تساليها يا مالك دلوقتي؟ ما تقول لنفسك. انت بتقول لي انا انا عمري ما قصرت في حق بنتي. تضحك عليا ولا على نفسك ولا على مين بالظبط؟ وانت حد بيشوفك ولا حد يعرف عنك اي حاجه ولا نعرف بتروح فين اصلا؟ ما انت عارفه انا ورايا ايه. لا وراك ولا قدامك، ده حتى الحمله ما بقتش تروحها وغيرك شغال في كل حته زي النار. يبقى قابلني لو شميت الكرسي يا ريس. شوفي بقى، انا زهقت من السياسه ومن الانتخابات ومن الكرسي اللي ما شفتوش. هو انت ما بتتعبيش ابدا؟ انا عايز اعرف انت بتروح فين. رد على التليفون. مش هرد على التليفون. ارد انا؟ شوف بتكلم مين. ردي، ما هو لعب عيال. الو، ايوه، انت مين وعايزه ايه؟ ايه انت بتقولي؟ ايه في ايه؟ الحق بنتك يا ربيع. والنبي يا دكتور، انت ربنا جعلك سبب عشان تنقذ البنيه دي، دي عيانه قوي. انت ممكن تسكتي خالص؟ اسكتي خالص، انت خرسي. انا عايزه اعرف مين البت دي ومين اللي جابها هنا. والله العظيم ولا عدامك، انا لقيتها متلقحه قدام البيت هي والمحروسه اختك. تلاقي اخوكي كمان يعرفها. ادى ايه؟ اتفاجئت يا حبيبي؟ انت تعرفها يا عمر؟ اعرف يا تينا دلوقتي، بس من فضلكم بقى خديهم عشان اعرف اكشف عليها شويه. شويه؟ لا يعني بص، يعني ابص عليها، يعني اكشف يعني بشكل عام يعني. ايوه دلوقتي يلا. يا سلام، احلى حاجه قلتها يا دكتور. ما ينفعش يا اخويا تكشف عليها على الملأ كده، لازما يختلي بيها. اطلع قدامي، اطلع قدامي. انت ليه بتسودى؟ هزار ده؟ اتفضل اكشف يا عمر. من فضلك يا لمار لو سمحتي، اتفضلي علشان انا راجل حالف قسم. ماشي يا عمر، براحتك يا عمر، خد راحتك على الاخر يا عمر. خد راحتي في ايه؟ معرفش بقى، انا لقيتها هي اللي بترد عليا، معرفتش اعمل ايه. قلت لها هي عندنا دلوقتي في البيت، تعالى بقى بسرعه عشان هي ناويه تطربقها كله وتقول لهم على كل حاجه. هي مين جايبتي ناويه تطربقها؟ تينا. ايه ايه؟ سكتش ليه انطقي؟ مفيش مفيش. ايه كنت بتكلمي مين ومين ناويه تطربقها؟ ها وتطربقها على مين؟ انطقي. اصل يعني هكون بكلم مين يعني؟ بيت. دراعي دراعي يا تينا. تعالى دراعي، شفتي حاجه؟ قومي. شعري شعري. طب استني بس هقول لك. عيب كده. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ انت ايه اللي بتهببيه ده؟ بس بيني وبينك انا عذراكي. انت يا اختي ازاي قادره تستحملي شغلانه جوزك دي؟ يختلي بالنسوان وقال ايه بيكشف. بقول لك ايه، انا مش ناقصاكي خالص، ارجوكي سيبيني في حالي. ادخلي يا اختي، خدي دش ساقع كده وانت تهبطي. على فكره انا ما شفتش اسقع منك في حياتي. يخرب بيت برود اهلي. رايحه فين؟ تعالي يا اختي كملي فرجه، دي سيما صيفي يا راحي، ثلاث افلام في بروجرام واحد. ثلاث افلام في بروجرام واحد؟ كنت برضه عمر. انا ما انت لازم تاكلي حاجة، انت كده مش هتستحملي، حرام عليكي نفسك. برضه مش عايزة تاكل؟ ولا عايزة تنطق بكلمة واحدة؟ واضح انها واخدة قرار بالانفصال عن الواقع، عايشة جوا حالة رفض وعذر اختيارية. ماشي، روحي هاتي جلوكوز وعلى قولها. حاضر. صفو، مش عايزة تتكلمي صح؟ خلاص بلاش تتكلمي، شاوريلي، حركي راسك بقى او لا. وانت خايفة من حاجة؟
ما تخافيش انت هنا في امان. هو في حد بيهددك؟ مش احنا اتفقنا؟ شاوريلي او حركي راسك. هتفضل كده كتير يا دكتوره؟ الله اعلم، ما اقدرش احدد دلوقتي. شكلها واخد شلوت معتبر من الدنيا. بس اسكتي خالص، محتاجه هدوء تام. يا صبحي، الدكتور عمر النمامي بعت لي عربيه اسعاف دلوقتي حالا بسرعه على البيت، عنوان البيت اللي عندك بسرعه. يلا شكرا. بنتك انت؟ مش انت الاستاذ؟ ايوه هو يا تينا، الاستاذ ربيع رجائي. من فضلك انا عايز اطمن عليها. هو ده اللي انت كنت بتكلميني صح؟ هو ده؟ ارجوكي مش وقت الكلام ده دلوقتي، ممكن تقولي لي هي فين؟ معلش يا سي الاستاذ، الدكتور عمر بيكشف عليها فوق. هو اي نعم امراض نسا، بس هو بيفهم في كل حاجه. الله، هو حصل لها ايه بالظبط؟ لا مفيش اي حاجه، بس احنا لقيناها بقى مغمى عليها قدام باب البيت. يا عيني، وبتنزف حضرتك. بتنزف بريه من بنات الايام دي، بريه يا مدحت السيده واهي، سرها علينا يا رب. انا مش فاهم حاجه، هي بنتي جرالها ايه؟ عندها حاجه كده شبه الفتاء سببت لها نزيف. انا عملت اللي عليا لغايه لما الاسعاف يجي وينقلوها المستشفى. مستشفى؟ هي بنتي تعبانه قوي كده للدرجه دي؟ بقول لحضرتك نزيف. هي فايت واتكلمت؟ صعب قوي انها تتكلم دلوقتي. اموت واعرف ايه اللي جابها السعاده في بيتنا. البنت دي تبع مين بالظبط؟ رد يا دكتور، قول لها البنت دي تبع مين. والدكتور مش عارفه الدكتور هي تبع مين. ايه الدكتور؟ ايه اللي رد يا دكتور؟ والدكتور كان معاكي فوق في الاوضه، مش كنا مع بعض لما كنا فيها؟ يلا مار. بأمرت انك مغير البدله بتاعتك وهي في الاوضه جوه ونايمه على السرير يا عمر، ما تعرفهاش يا عمر؟ يا اختي زي اللي زي ده هيعرف مين ولا مين؟ دايما بيشوف والعين مالهاش مخ يفكرها. انا عايز اعرف دلوقتي حالا البت دي تبع مين بالظبط؟ احنا تبنا الى الله. وانا اللي اتصلت باستاذ ربيع عشان يلحقها. انت يا سما؟ ازاي بقى يا سما؟ انت تعرفيها؟ وجات هنا بتعمل ايه في وقت متاخر زي ده؟ صاحبتي، وكانت جايه تقول لي على حاجه كده لحد ما تعبت وقعت زي ما شفتوها عادي يعني. لا حول ولا قوه الا بالله، ان بعض الظن اسم. وكل واحد فيهم يا اخويا وشه جاب 100 لون، والدكتور عمر بتاعكو ده قاعد يبص للبيه القبها اللي لسه جاي، والبيت اخته تبص لعمر، والبيه القبها يبص لهم هما الاثنين. والوليه كبيره اللي اسمها كتفينا قاعده يا اخويا زي الطيشه، لا ليها في الطور ولا ليها في الطحين. والغندوره يا حبيبي العروسه قاعده هتموت من الغيظ. لغايه يا اخويا ما المزغوده الصغيره جت ولمت الدور وقالت الاحكت صاحبتها وجايه تزورها. بس انا اقول لك على حاجه، والنبي انا اقطع دراعي من هنا لهنا اذا ما كانت البت دي بتكسب. هموت واعرف انت ناوي على ايه بالظبط. وهكون ناوي على ايه يا حسره؟ ادينا بنخبط وسلام. طب اديني ريقه حلو، اديني اماره من مراتي. اهو اديني سنده دماغي على كتفك، بلاش طمع. لا طمعي، انا هطمع اكتر من كده. يا ربي ايه اللي انا فيه ده؟ ابني حبيبي معايا ومش معايا، مراتي في حضني مش مراتي، وانا دايما كده متشعلق في الهوا، لا طايل السماء ولا طايل الارض. يا اخويا ما تصعبهاش قوي على نفسك كده، الدنيا كده ماشيه غصب، واللي زينا
يسلم له يطاطي للري.